هي دي؟ بقولك مين دي؟ وايه اللي جابها هنا؟ الله يخرب بيتك، بوظت الدنيا. ايوه 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 ايوه، بس انا عرفتك، انت ست كريم مش كده؟ حمات مروان. بس انا كده فهمت كل حاجه. يبقى انت اللي خطفت الواد، وامك يوم ما طلعت برا البلد كانت رايحه تبيعه، صح؟ بس اخرسي، انا مش عايزه اسمع حسك خالص، فاهمه ولا لا؟ لا ده انا هعلي حسي كمان وكمان، واخلي البلد كلها تسمع كل حاجه. ها وانت يا روح الروح، شوف بقى البلد هتعمل فيك ايه لما تعرف حكايتك. خلاصي اكتمي خالص، اكتمي اكتمي. مش هكتم مش هكتم، وهخلي اللي ما يشتري يتفرج عليكم. ها بقول لك ايه، اهدي اهدي كده بشويش. مش ههدي مش ههدي غير لما اخد حقي ودلوقتي. وحقك ده يبقى ايه يا حلو؟ هو عارف. ما خلصنا بقى. ما خلصناش، والا وحياة الواد اللي ما حدش عارف هو حي ولا ميت، هطلع من هنا واقول للناس كلهم على كل حاجه، ماشي؟ وهروح لمروان واقول له، ومش بس مروان، لا، مروان ده ايه؟ ده انا هطلع على حسن بذات نفسه، وهقول له انك انت اللي خطفت الواد، وشوف بقى هيعمل فيك ايه لما يعرف. مش انا بقول لك الكلام اخذ وعطى؟ ولا اخذ ولا عطى، ها؟ ايه قولك بقى؟ ايه رايك يا سوفا؟ اللي تشوفيه يا ست الكل. بص يا حبيبتي، أنا قلت لك الكلام أخد وعطى، دلوقتي أنا بقول لك لا في كلام ولا في عطى. في كده في كده هو في كده هو. الفاتحة على روح المرحومة. والله كانت بنت حلال. إلا بقى العزا والدفنة إمتى عشان نقوم بالواجب؟ ودي بقى أهلها يستلموها ولا هنخلص كده سكتي كتمي؟ إيه حكايتك يا ابني؟ أنت بتراقبني ماشي ورايا، بتنط ورايا زي العفريت. لا ما هو أنا بالصلاة على النبي كده عرفت كلمة السر. اللي هي كريمة. امشي ورا كريمة تجد ما يسرك ويضمن مستقبلك. خلصانة. ايدك معايا بقى بسرعه يا عم انت، عشان ايه؟ نخلص كده على السريع على السريع. وانت يا ست كريمه اتفضلي بقى، ايه روحي على بيتكم، وكفايه بقى جرايم النهارده لحد كده. او اقول لك روحي اقعدي عند شهد، عشان لو حد سالك تقولي له كنت عند شهد. يلا اتحركي وانت انجز. وانت هتفضل متنح كده كتير، ما يلا تشوف هنعمل ايه. حاضر، بس هو يعني احنا هنشيلها لوحدنا؟ لوحدنا مين يا خفيف؟ كل واحد شيل شيلته. شيل شيلته؟ لا يا عم، اتكلم معاه بطريقه احسن شويه، عشان احنا لسه هنتقابل كتير قوي. ماشي، وعامة يوم ليك ويوم عليك. وانا يا باشا لو فتحت مخك معايا هبسطك. تبسطني؟ ماشي، لينا كلام تاني. المهم دلوقتي هنخبي البلوه دي ازاي؟ شيل معايا، انجز. يا كريمة بتخنقي روحها، ومش أول مرة تعمليها. أنت مش كريمة، لا أنت مش كريمة، أنت مش كريمة، ومش عايزة أعرفك. أنت مش كريمة. ماما انت كنتي فين؟ وانت مالك؟ انا بس قلقت عليكي، عايزه اطمن. لا يا اختي ما تقلقيش،
يعني انت كويسه الحمد لله؟ اه انا كويسه. عايزه حاجه بقى؟ كنت فين بقى؟ يا اختي كنت مطرح ما كنت. كنت في 60 داهيه. هتحاسبيني ولا هتفتحي لي واحده؟ تعالي تعالي يا ست زينب، خشي خشي افتحي لي بمحضر يلا واكتبي في اللي انت عايزاه. ولا محضر ولا حاجه، بس على الاقل كان لازم تقولي لي علشان لما حد يسالني اعرف اجاوب واقول له انت كنت فين. حد؟ حد زي مين؟ مين اللي سالك؟ مين؟ ما حدش سالني، بس احتياطي يعني. انت نسيتي نفسك ولا ايه؟ على فكره انا اللي امك مش انت اللي امي، فهمتي؟ انا خايفه عليكي يا امي، اصل في حاجات غريبه قوي بتحصل اليومين دول في البلد وما بقتش امان، محدش عارف مين اللي بيعملها. كلامك ريحته وحشه، ريحته وحشه قوي. ماما انت متاكده ان انت مالكيش دعوه باللي بيحصل ده خالص؟ الالم ده عشان اخليكي تفكري الف مره قبل ما تساليني تسالي امك السؤال ده البايخ الحقير زيك، تفكري مليون مره. انا انضف واحده في البيت ده، انا انضف واحده في البيت ده، انا انضف واحده في البيت. انا انضف من جبرية. ايوه انا انضف من جبرية وما بعملش اللي هي بتعمله. خلاص خلاص يا ماما. ما خلاص ما خلاص. انت نسيتي نفسك ونسيتينا. افكرك جبرية دي اللي سقت ابو جه من على السلم موتته، وجوزها موت اخويا عبد السلام. انت نسيتيني ونسيتي اخواتك ومش قادره تفتكري حاجه ومش قادره اشوف القرف اللي احنا شفناه ولسه بنشوفه. انت خلاص خدتي البيه بتاعك وقعدتي فوق الجبل تهز رجليك يا ست الستات. نسيتينا صح؟ انا ما نسيتش، انا بحاول اسامح واعيش. ما بقاش له لازمه يا ماما، خلاص كل واحد حسابه عند اللي خلقه. الحاله الوحيده بس اللي تخليني اقف قصاد جبريه هي ان اخد حقي بالقانون. وطالما ده مش متاح يبقى انا مش هضيع وقتي وعمري واقعد اهري وافكر في الانتقام وبس. قانون ايه يا ام قانون؟ قانون ايه يا ام قانون؟ انه قانون ده اللي بتتكلمي عليه؟ ها؟ انه قانون؟ ماما انا حامل، ولا انت مش واخده بالك من الموضوع ده؟ وايه يعني؟ هو انت اول ست في الدنيا تحمل؟ طب انا كنت حامل فيك في ريتال وفي شعر، واختك ريتال معاها وخلفت وجابت واد زي القمر. انا ماليش دعوه بيها، انا مش زي حد ومش هقبل ان انا ابني يجي ويعيش في الهم والغم ده. انا عايزه ابني يجي يعيش يلاقي بيت ويلاقي عيله، ده اللي انتوا مش قادرين تفهموه. العيله اللي انت بتتكلمي عليها دي لما تاكل حق اهلها وتاذي اهلها ما تبقاش عيله، تغور العيله باللي فيها، فهمتي؟ يبقى انا كان عندي حق. انت بتعملي حاجه انا ما اعرفهاش. بعمل ايه؟ ومفيش حد تاني يعرفها. انا بعمل ايه؟ ارجوكي اوعي تهزي الصوره دي. هو انت عايزه ايه يا زينب؟ عايزاني انسى اللي فات؟ انسى ابوكي؟ انسى خالك؟ انسى ناديه؟ كل ده ليه؟ عشان حته الصرصار ده اللي في بطنك؟ البيت ده مش هيتهد يا ماما، ولو حكمت انا اللي هقف لك. انا اللي هقف لك، وهقف لجبريه، وهقف لاي حد يفكر ان هو يهد البيت ده. البيت ده بيت جدي،
وهيفضل موجود، وأحفاده هيكبروا وهيعيشوا وهيتبسطوا فيه. إيه ده؟ ما تيجي تديني قلمين أحسن، ما تديني قلمين أحسن، ولا أقول لك تخيني عيار واستريحي. كل ده عشان إيه؟ عشان أنت حسيتي إن أنت عليتي وإحنا ضحت. هسيب حقي ولا حق عبد الله ولا حق المرمطه اللي انا شفتها، مش هنسى. خلاص يا ماما، اعملي اللي انت عايزاه، اعملي اللي نفسك فيه. هتتأخر؟ هكون عندك آخر اليوم بالليل يعني. كلمني. ها؟ قولي يا نادية، مبسوطة معايا؟ مبسوطة؟ أقول لك، أنا حاسة إني عمري ما اتجوزت قبلك ده. اشمعنى بقى؟ لما ترجع. لا، أنا ممكن أسيب الدنيا كلها عشان أسمع الكلمتين الحلوين دول. هو ده اللي محببني فيك، إنك محسسني إني مهمة وبتضحك في وشي وما حساش معاك بخوف، والأهم من كل ده. ايوه بقى، انا عايز الاهم من كل ده اللي هو ايه؟ اني حاسه اني ست البيت ده كله، وان مفيش حد فوق راسي يؤمر وينهي ويعاند معاي. يا رب نفضل كده على طول. هتوحشيني. وانت كمان. وانا كمان. ماشي يا ابني جبرية. في ايه ريتال متعصبة كده ليه؟ ما بيردش عليا. وانت بتكلميه ليه؟ هو مش طلقك؟ ما تنسيه بقى. انساه ده ايه؟ بعد كل ده؟ بصي يا ريتال يا حبيبتي، حسن ده بالذات ابن جبرية، يعني هيمشي وراها في كل حاجة هتقولها. لا يا حبيبتي، أنا جايبة منه واد، يعني لسه في كلام. صدقيني ولا هيفرق معاها. اسمعي مني، أنت بتعقديها ليه يا شهد؟ عشان هي دي الحقيقة يا ريتال. أجيب لك من الآخر، في الحالات اللي زي حالتك دي لازم ناس كبيرة من العيلة هي اللي تتدخل، ناس تجمع ما تفرقش، يروحوا يقعدوا معاه ويقولوا له عيب يا حسن، ما يصحش، دي بنت عمك يا حسن، ما ينفعش ترميها في الشارع يا حبيبي، في بينكم عيل لازم يتربى بين ابوه وامه. لكن احنا الحمد لله ما عندناش اي حاجه من الحاجات دي. هكلم فوزيه. معقوله عايزه ترمي نفسك في حضن فوزيه عشان تحنن قلب حسن عليكي؟ انا زهقت. اطلعي بره نافوخي بقى، خلاص هيفرقع. طب يا ريتال، حسن لازم يحس ان هو محتاج لك، لازم يحس انه في حاجه بينك وبينه عشان يرجع لك. اوعي تكوني فاكره انه حسن ده هوائي زي ما بيقولوا، ولا كل ما يشوف واحده ست يجري وراها. لا بالعكس، حسن عايز يحب. لا والله. ومالك واخده بالك منه قوي كده ليه؟ انا واخده بالي من كل حد في العيله. حسن عايز اللي تحسسه ان هو شهريار، اللي يعيش معاها اللي في عقله في خياله. حسن عايز تحسسه ان هو سي السيد، وفي نفس الوقت الواد الروش اللي عايش حياته. اه زي ما بقول لك كده. صباح الخير. اهلا محرم بيه. معلش مهدي اصله بينزل، تلقيني سنك جاي. لا 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 لا، انا مش جاي عشان مهدي. وما جاي عشان مين؟ عشانك انت. عشان انا؟ بس بصراحه بقى، مهدي يعني اليومين دول قافش عليا في الشغل قوي، فقلت يعني اكلم مين عشان يحنن قلبه عليا؟ ما لقيتش قدامي غير انتي. اصل واضح انك انتي يعني مهزله، ليكي تاثير كبير قوي عليه. خالص على فكره،
حضرتك فاهم غلط. اقول لك مهدي لو عرف انك جيت وهو مش موجود وقعدت معاه هيعجل لك الامور اكتر. ياه واضح انك انت فاهمه كويس قوي. اه طبعا مش جوزي. مظبوط مظبوط. على فكره انا بشربها مظبوط. على فكره هو مش موجود، ولو حضرتك عاوز منه حاجه تقدر تتصل بيه. وانا اسفه ان اقول لك ان هطلع عندي مشوار. ماشي ماشي ماشي. انت اتجننت؟ هوصلك. على فكره انت جليل الذوق، وانا هقول لمهدي على اللي انت بتعمله ده. اهدي اهدي ايه يا ناديه. ناديه؟ ناديه مين؟ الله، هو انت مش اسمك ناديه ولا ايه؟ ولا انا غلطت في الاسم؟ على كل حال ما تقلقش قوي كده، انا مش عايز منك حاجه، انا بس عايز اقعد اتكلم معاك كلمتين كلمتين وبس. بس اتفضل. يزيد فضلك. ايوه يا مهدي باشا. لا انا منى. اه موجوده. اه بس عندها ضيوف. محرم بيه. حاضر. باي باي. وانت فاكره امينه دي كانت ساذجه ولا السيد ممشيه على مزاجه؟ بالعكس دي كانت دماغها عاليه قوي والله. كانت محسساه ان هو الامر الناهي اللي بتخاف لمجرد ما تسمع صوته. بس الحقيقه لا، كانت عارفه عنه كل حاجه. كانت بتخليه يعمل اللي هي عايزاه وكان هو اللي عايز كده. كانت بتخليه يعمل اللي بتفكر فيه وكان هو اللي بيفكر في كده. بس بقى يا شهد، بس كفايه. قولي لي اعمل ايه طيب؟ عايشي اللحظه، عايشي الوهم. صعبه دي يعني؟ لا مش صعبه، بس تقيلة على قلبي حبتين. وبعدين هو ما بيصدق. وبعدين ده متجوز عليا واحدة خدامة معفنة. الله، ما تنسي الحوار ده بقى بدل ما تلاقيه هوب طار منك. طب انتي رأيك ايه؟ قولي لي انتي عايزة ايه الأول عشان أعرف أرد عليكي. عايزاه يبقى في إيدي. عايزاه ينسى كل اللي فات. عايزاه يعرف كويس قوي إن اللي عند مروان ده كله بتاع ابنه مش بتاعه. حلوة قوي. يبقى تروحي له وتاخديه في حضنك وتطبطبي عليه وتقولي له معلش يا حسن. الواد هيرجع يا حسن، ما تخافش يا حبيبي. ليه ما هو هيرجع يا شيخه؟ يوه بقى انت حره، خدي كلي عسل اسود على دماغك. شوفي مين؟ ايه في ايه؟ بعد اذنك يا ست شهد، مروان باشا بيقول لك يا ريت تلم هدومك وتروحي تقعدي يا اما في بيت عبد السلام يا تيجي معايا البيت الكبير. روح قول له ان ده بيتي ومش هسيبه ابدا. الحقيقه هو منبه عليا وقال لي بصراحه العباره لو قالت لك لا تيجوا على طول على البيت الكبير. هو بالعافيه ولا ايه؟ لا يا ست ريتال مش بالعافيه، بالهداوه والمحبه والتراضي كمان. قدامك نص ساعه عشان تجهزي. مروان باشا قرر انه يهد البيت ده ويعمل مكانه لمؤاخذه زريبه للبهايم. وهيهده يعني هيهده. انا هوديك في 60 داهيه. يا نهار ابوك اسود. لا كده غلط وعيب. انا اصلي بحب الناس المحترمه، انما الناس اللي بتغلط وبتقل ادبها ليها تصرف تاني معايا. بصراحه بقى انا واخد امر انفذ اللي انا شايفه صح. الامر ده عليك انت مش علينا احنا. انا اسف، الباشا قال انك تخرجي من البيت. نخرج نروح فين؟ مش شغلي، بس انا ممكن اقول لك تروحي فين. روحي بيت جبريه، بيت حسن. ليه؟ هو الباشا بتاعك ما يعرفش ان اخوك طلعني ولا ايه؟ الباشا عارف كل حاجه، بس دي طلقه رجعيه. وصدقيني حسن مش هيقول عليه انه يسيب كتاباتي في الشارع. انت مين انت عشان تتكلم معانا كده؟ ورحمه ابويا لو هديك في داهيه يا كلب البيه. كلب البيه؟ انت كده بتغلطي يا هانم. عموما انا هعديها المره دي عشان انت بس مرات حسن اخو الباشا، وما ينفعش اعمل معاك الغلط. بصراحه أنا مبهور أوي باللي أنت عملتيه ومعجب بتفكيرك.
عاوز ايه؟ لا انا عايز حاجه كتير قوي. اذا كان عجلك جالك ولا خيالك صور لك انك ممكن تخوفني او تخليني اتهز تبقى غلطان. انا لا جاي اخوفك ولا اعمل اي حاجه باللي انت بتقولي عليها دي. انا جاي اتفق معاكي. تتفق معايا انا؟ تتفق معايا على ايه؟ انا اصلا ايه اللي مخليني قاعد اخد ودي معاك في الكلام؟ بقول لك ايه؟ شاهد بنت عمك هترقعك حته الدين قلم يطلع من صرصور جديك. انت جاي عشان تنبهني؟ خايف عليا اياك. انا خايف عليك ولا حاجه. المساله كلها ان مصلحتي جت مع مصلحتك. وايه مصلحتك اللي جايه مع مصلحتي دي؟ بصراحه كده انا عايز اخلص من مروان. اكيد مهدي قال لك يعني ان انا خسرت كتير قوي وانا بره، خسرت لي تقريبا كل فلوسي. فانا جاي اعوض الخساره دي. وما اتفقتش مع شهد ليه؟ حصل. والله العظيم حصل، بس هي غبيه. نشفت دماغها، مع اني عملت لها اللي عمرها ما تحلم بيه، بس هي غبيه. وانا اللي هقول لك امين؟ لما اقول لك انا هعمل ايه بحيث ان مروان يجي ويترمي تحت رجليكي هتقولي امين. بس انا مش محتاجك تعمل كده. مهدي. مهدي؟ لو هتصدقني مهدي هيعمل لي كل اللي انت عايزاه، انت غلطانه. ومن الاخر كده بقى، مهدي طلب ريم للجواز وانا رفضت من قبل حتى ما اعرف انه متجوزك. انا فاهمك، انا ومهدي ومروان مثلث. مهدي مش عايز يتخلص من اي حد فينا، عارفه ليه؟ لو اتخلص مثلا من مروان افضل انا. انا وهو وجها لوجه ندين قصاد بعض. هو مش عايز كده، عايزني انا ومروان نبقى زي القط والفار وهو يقعد يتفرج علينا. اما بالنسبه لك انت بقى فاسالي. شوفي مهدي ده اتجوز كام واحده قبلك؟ عرف كام واحده بعدك؟ بس مهدي ده انسان غريب جدا، فاهم نفسه انه لسه عايش في عصر الجواري والحريم، وانت بالنسبه له نوع جديد ما عداش عليه قبل كده. خلاص الكلام، انا عايز اخلص من مروان، عايز اخلص منه خالص عشان اشتغل براحتي. فهمتي؟ فكري كويس قبل الدفاتر القديمه ما تتفتح. أحلامك أوامر عشان تعرف إن صبحي دايما مع مروان على طول الخط. مروان مش كده، إهدى يا ابني. هي عملت إيه بس؟ هتكون عملت إيه يعني؟ أمال يعني هو كبير بيعمل كده من غير سبب فيه إيه؟ ما تسأليه يا روح أمك، أنت وزنك في ودانه، أنت اللي مقوية علينا يا ست ستات. لا يا ماما مش أنا اللي مقوية عليكم، عمالكم السودة هي اللي مقوية عليكم. سودة في دماغك إن شاء الله. إهدى يا مروان، الأمور ما تتخدش بالعصبية ده. ما تتخدش يا ماما. إرجعي عشان خاطري يا مروان. مروان مسك ايه يا ابني؟ يا جماله مروان يا كلب عمي افتح يا مروان. والله العظيم يا فندم انت مجنون ولا جرى لعقلك حاجه؟ امضي على ايه؟ امضي من غير ما تتكلمي. ما بعرفش امضي. يبقى تبصمي. امضي على ايه؟ انا مش همضي على حاجه، انا مش عايز امضي عليها ومش هعمل حاجه الا بمزاجي يا مروان. وبعدين امضي على ايه؟ ايه ده؟ انت عايزني اتنازل عن الارض والبيت اللي اشتريتهم من مراتك الله يرحمها ويحسن اليها؟ ابيع لك حاجه مش ملكي؟ عارف انا هعمل فيك ايه؟ عادي، ما هو القتل والموت في العيله دي بقى شيء عادي. عارف ناقص ايه؟ ناقص ناكل لحم بعض واحنا عايشين. اه والله انا متاكد ان فريده ما بعتش حاجه. ايه؟ سألت المحامي بتاعك وقال لك ان الورق مظبوط 100% وان انت مش هتقدر تعمل حاجه؟ رحت الجمعيه الزراعيه وقارنت الامضه دي بالامضه اللي موجوده هناك ولقيتها مظبوطه؟ اتصدمت مش كده يا مروان؟ اقول لك على حاجه تانيه بقى؟ هي
كانت ناويه تسيبك وتهج من البلد كلها. كل الحب اللي حبته لك اتحول لكره. قالت لي انها عندها استعداد تبيع كل حاجه بنص الثمن عشان تمشي وما تعرف لهاش طريق. هقول لك على حاجه تانيه بقى انت مش واخد بالك منها. مفيش حد في البيت ده بيحبك. ما هم عارفين ومتاكدين ان انت واكل حقهم، بس هيعملوا ايه؟ مفيش حاجه في ايديهم يعملوها. واوعى تكون فاكر ان اهل البلد بيحترموك عشان بيحبوك. ده بيحترموك عشان خايفين منك يا مروان. بس بكره الخوف ده يروح ويتقلب كره ويطلعوا عليك وياكلوك يا مروان. حتى حسن اخوك اللي كان معتبرك زي ابوه الله يرحمه ما بقاش طايقك ولا طايق يسمع سيرتك بعد ما عرف وتاكد ان انت اللي خطفت ابنه. انا ما خطفتش ولده. اثبت. اثبت بعد اللي حصل بينك وبينه ان انت ما عملتش كده. مفيش حد هيصدقك. وبعدين اوعى تكون فاكر ان حسن طيب. لا، ده حسن نار بركان لو هب هيولع فيها كلنا. يعني مش هتمضي يا شاهد؟ امضي على حاجه مش بتاعتي؟ اصل انا بصراحه كده ماليش في الحكايه دي غير البيت وكام فدان، وبقيت الارض انا بعتها وقبضت تمنها كاش. عارف بعت لمين؟ بعت للعمده محرم كبير البلد اللي حاكمها وماسكها. روح اقول له بقى هات لي ارض فريده مراتي الله يرحمها. ماما انا هعمل فيك اللي عمرك ما شفتيه. اوعي انا هقول لك انتي حبي نفسه. هو ايه ده اللي فاهم ان انا عايزه اروح اعمل اللي في مزاجي؟ مش هعمل حاجه غير اللي في مزاجي. هتسمعني بقول لك عليه وهتنفذيه ورجلك فوق رقبتك. ليه ماسك عليا سله ولا حاكمني؟ انا ممكن ادخلك السجن ما تطلعيش منه واصل سبعه. السجن ده انت اللي هتدخله ولا انت فاكرني مش عارفه انت بتشتغل في ايه؟ شهد ايه يا ست فوزيه؟ ايه يا ست زينب؟ عارفين ولا عاملين نفسكم مش عارفين عشان كل واحده تحط دماغها على المخده وهي ضميرها مرتاح؟ في ايه؟ تقصدي ايه؟ اقصد ان البيبي تاجر في الاثار، في المخدرات، في السلاح، ويمكن مدور حاجات تانيه واحنا مش عارفين. اخص عليك قلة الادب. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ صحيح انا ما عرفتش اربيكي. بقى مروان كبير البلد وكبير البيت ده بيتاجر في المخدرات وفي السلاح وفي الاثار كمان وبيدورها. لا انت عايزه تتربي من اول وجديد يا شهد. امال انت فاكره المليارات الموجوده في البنوك دي من التجاره والزراعه؟ ايه هتموتني زي ما موتت ابن حسن ولا ايه؟ انت اتجننتي. لا ما اتجننتش، بس دي الحقيقه اللي كل لازم يعرفها. لا بس محرم. بس اشتري مني كنت بعتي. تعالي. تعالي. يا مروان. فين الواد؟ على فين؟ اوعي. الواد في اوضتي. اوعي يا شمس. رايحة فين؟ هجيب ابني. الواد كل وسبح ونام. إذا كنت أنت ناسياه أنا ما انساهوش، ده ولدي. إنما اللي مستغرباله يعني بعد كل اللي حصل لك ده وتيجي صحيح ما عندكيش دم. وبعدين يا شمس روحي أنت بصي على الواد. حاضر يما. جاية تاني ليه؟ جاية لجوزي، مش هسيبه. سيبك من الكلام اللي ملهش عازة ده. انت لا هتيجي عشان حسن ولا حتى ولدك. خبر ايه؟ مروان طردك من البيت؟ قال معيش حد من ريحة حسن؟ ايوه قال لي كده. وما لقيتيش غير بيت جبرية يتويكي. يا ألف مرحب. شفت الزمن بيعمل ايه في الناس؟ في الاخر ترجعي لنا وانا ما هقول لكيش لا ولا هطردك من البيت عشان تعرف ان قلبي طيب وبنسى وسامح. انا مش عايزه اي حاجه غير ان انا اربي ابني خلاص ومع جوزي. سبحان مغير الاحوال. مش انت يا بنت كريمه اللي قلتي ان غير كل الحريم اللي انا شفتهم في حياتي وان انت هتخليني اشوف اللي ما شفتوش في عمري قبل كده؟ كنت غلطانه، حقك عليا.
انت جاية عشان حاجة تانية خالص. عايزة تحطي حسن تاني تحت باطك. لا حبيبتي، حسن اتغير وانت بشوقك. عايزة تقعدي اقعدي، بس لو هو عايزك. والله لو ما عايزكيش هقول لك ايه، تبقى كل حاجة قسمة ونصيب. تعال تعال عشان تشوفي ولدك. مشغول عني بيه؟ ولا حاجة. ايه قلقانة عشان ابني جاي يقعد يومين تلاتة؟ خايفة لا عاملك وحش ولا حاجة؟ لا خالص، أنا متأكدة إنه هيكون زيك. زيي؟ زي ازاي يعني؟ يعني عمره ما هيكسر بخاطر حد مهما كان. بس خدي بالك يا نادية، احنا لما بنكره ما بنحبش تاني. وهو هيكرهني ليه؟ وأنا عملت حاجة عفشة؟ حلوة عفشة دي. لا طبعا انت مش ممكن تعملي حاجة عفشة ابدا. بقولك ايه، تحبي تسافري لك يومين تلاتة تغيري جو؟ لا انا عاوزة حاجة تانية. كده نزعل منك. لما تعوزي حاجة تطلبيها على طول، وانا قلتلك الكلام ده قبل كده كذا مرة. كل ده بتفكري عشان تطلبي حاجة؟ أمور يا حبيبتي. انا عاوزة أزور أبوي. وحشك؟ وحشني قوي. أصله جاني في المنام. وماله؟ روحي له. بس أخاف حد من البلد يشوفني، تبقى مشكلة. صحيح، دي هتبقى مشكلة كبيرة قوي. الناس كلها في البلد عارفة إنك ميتة. معلش، العربية بتاعتي تاخدك تروحي تزوريه، والرجاله بتوعي هيبقوا معاكي، محدش يقدر يقرب لك. ما بلاش حكايه الرجاله دي، هي العربيه توديني اقعد معاها شوي وترجعني تاني. انا ما عاوزاش حد يقول مين اللي دخلت البلد ومعاها حراسه دي. عندك حق، عين الحاج. على فين؟ افتكرت بس شويه اوراق عايز ابص عليها في المكتب وارجع لك على طول يا حبيبتي.